الاغنية actually this is okay. احسن الاغنية اللي فاتت بالنسبة لي, بس still not my type. This one is fine, it was fine. Yes. احسن من اللي قبل. I don't like K-pop, يعني me personally. I have nothing against it, يعني بس انا ما احب الجنر عامة. هذه الاغنية لها image, يعني لها story, و it's very clear and direct, I like it, وfocused على the idea that Evelyn is apparently a villain. وI'm not happy with, طبعا انا متاكد يعني ليج they have to flip, يمشوا مع الترند اللي ماشي يعني. بس Pentakill for me was the best period. Pentakill بالنسبه لي كان the best. طبعا انا مروك هارد روك فان يعني, بس it was good. لما تشغل Pentakill في الخلفيه يال وتخش تلعب تحس بالتفجير, تحس بالحماس هادي. What? It's not gaming music, man. بالضبط. I remember not going to school. والله اليوم اللي يكون عندي في مباريات finals الworlds وأنا في العمل, يعني في العمل في مكتبي, أنا كان مكتبي مقفل. فك الجوال تحت, يعني فك الجوال وحاطه قدام جالس أتفرج على الجيم. أول ما يجيني شغل وقف أرجع أتفرج, ما أقدر. أول كان حماس طبعا. وأحلى أغنية I think Rise, الفيديو حقها طبعا Legends Never Die هذه is a masterpiece. Rise كانت أكثر يعني أظن حماسة, إيه أكثر حماس أكثر هاي فيس. أظن بعد ما شفت الأغنية هذه دخلت الجيم أبغى أفجر. طبعا أتفجرت, بس the idea is yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب, جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش, اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب. واضحة ومعروفة. إيش الخط العماني معلش؟ كيفان عناق هلا بطل. Okay, I'm coming to fap on them with the three faps. First one. Shit. Where is Azhar? Yoo-hoo! They recall like this. He had the blue buff. Lane, let me kill you. He's bot lane! He is bot lane. Oh! I killed him. Okay, he's dead. Okay. تبدأ أسطورة غاليو بعدما خلفته حروب الرونز, أين هرب ولجأ عدد لا يحصى من الناس إلى أراضي بعيدة. هنلو is everywhere in my book now. It's fine. كلب شغل برولر الكلب. برولر الكلب. كلب. Ouch. Sorry, Spike. Sorry. Okay, I'm not sorry. Holy shit, my HP is 8. Help me! Help me! Oh, you're watching. All right then. بديت زيكم. يمكن أدخل قسم هندسة برمجيات في هندسة ولكن ما قدرتش, فرجعت وحولت كمبيوتر ساينس تاني. حتى أهلي مش موافقين, أعتقد القرار الصح بدل ما أدخل قسم مش حارب. والله أنا ما أقدر أدخل بينك وبين أهلك, ولا حقول لك لا تسمع كلام أهلك, بس أنا أعيد وأزيد, يعني أنا من الناس اللي مقتنعين إنه حياتي مستقبلي أنا أبني بنفسي. صحيح بدعم الوالد والوالدة والأهل, يعني لحم أكتافنا على خيرهم, يعني كلنا بس حاجتين ما يقدر أبوك يختار لك إياها, حرمتك وتخصصك. تخصصك لأنه you will live your whole life with it. وياما شباب عندي أخذوا تخصص عشان أهله اختاروه, أول ما خرج جات له وظيفة في تخصص تاني في حاجة تانية هو يحبها راح عليها. وشي تاني حتكون حياتك الجامعية مرة صعبة, فما ليش تروح تراضي بابا والوالدة وتتحفظ وتفهمهم وتتفاهم معهم. وهو ليش زعلان إنه كمبيوتر ساينس, يعني عشان في النهايه ما حد يتخرج كمهندس كذا, ما حتكون جنب اسمك مهندس, هو يبغى جنب اسمك مهندس, حتتخرج كعالم. اوكي, وقول له ابويا العالم احسن من المهندس. اوكي,
وحتى هندسة البرمجيات كانت تتخرج كساينتست مش كمهندس، مع انه اسمها هندسة البرمجيات. فالجيل القديم عندنا ما زال يفكر بالطريقة هذه، اوكي ايه ابو المهندس فلان ولا فموضوع انه والله ادخل تخصص عشان اهلي، يعني لا تقولوا عمر قال، يعني انا مستحيل اقتنع بي، ولا حفرض على اي احد في حياتي انه يدخل تخصص هو. ففي النهاية اختار اللي انت تبغى. رأيي أنا في الأيتمز الجديدة الصديقي العزيز، تحتاج إلى كتاب كتالوج مانويل and a lot of time. Zed is missing. لا أدري أي لين. Bot lane probably. Of course. They always go boxing. My world. Thank you Vladimir. Carry me. What is Vlad? Are you just good with Vlad or Vlad is OP? Nah, he's look me in the eyes and tell me. Oh, I have a knight. For the heals, I mean. Come on, faster! Got him. I have no mana. تبدأ الجامعة وانت ما انت عارف تخصص، هذا شيء طبيعي. تبدأ الجامعة وانت بتحاول تدور على تخصص لين تلاقي حاجة وتلاقي حاجة، هذا شيء طبيعي. تبدأ الجامعة وتبدأ تخصص وتتخرج وانت لسه ما لقيت الحاجة اللي تبغاها، هذا برضو شيء طبيعي. هذا ما يمنع انه حياتك ما تستمر، وهذا ما يمنع انه ممكن تدرس حاجة تانية، وهذا ما يمنع انه انت حتى لو تأخرت عن اصحابك. يعني عندنا مشكلة مرة كبيرة، اوه الشباب تأخروا خلصوا وخرجوا وانا لسه جالس ادور على تخصص. It's fine. You find yourself in your own time حبيبي. وفي مقولة مرة مشهورة، يعني everyone lives his own timeline. التايملاين حقك مفصل عن التايم لاين حقنا. ما تدري سبحان الله، واحد درس وتخصص وتخرج قبلك باربع سنين وثلاث سنين ولا اربع سنين الله سبحانه وتعالى اخذه، وانت تاخرت بعده خمس سنين وجلست عشت بعدها 60 ولا 70 سنه. ف dont worry about ايش صاير مع الشباب، اوكي دور على التخصص اللي تبغاه. خش تخصص اول سنه، ما عجبك غير تخصص ثاني، ما عجبك غير تخصص ثالث. طبعا احنا بنحاول قد ما نقدر احنا نلخص شويه صراحه، وصعب انه تغير تخصصات طول عمرك. يعني انا ما اقول لك اجلس في الجامعه 10 سنين برضو بيريالستيك، يعني احنا لا طخ ولا اكسر مخه يا شباب، في النص يعني، لا مره يمين ولا مره يسار. بس finding yourself is part of growing up, part of becoming mature, okay, and you will find yourself سواء بدري يعني في حياتك، قلت لك في عمرك يعني في اول العشرينات او في اخر العشرينات او حتى في منتصف الثلاثينات، ما في شيء. اذا لين منتصف الثلاثينات وما لقيت نفسك انت عندك مراهقه متاخره، في مشكله، اوكي يعني وفي حلول، اوكي